نروح مع حضراتكم دلوقتي كمان معانا على الهاتف الكاتب الصحفي أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. أهلا بحضرتك، وكيف ترى الوضع الآن في غزة مع انقطاع الكهرباء والاتصالات والإنترنت وحالة التعتيم على ما يحدث من جرائم حرب داخل قطاع غزة، والحديث عن اجتياح بري وتأثير هذا على العلاقات الدولية، وكيف يمكن أن تتغير خريطة العلاقات الدولية بما يحدث في قطاع غزة من بعد 7 أكتوبر؟ استاذ عديل، اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين، و اسمحي لي في البدايه طبعا كل يعني التضامن مع اهلنا في فلسطين تجاه ما يشهده القطاع من اعتداءات يمكن وصفها بالاعتداءات البربريه من قبل جيش الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني. النهارده يمكن تصعيد غير مسبوق في عمليات ممتده من يوم 8 اكتوبر منذ بدء عمليه السوق التقليديه اللي بيقوم بها جيش الاحتلال. ليله واضح ان هي ليله ما زالت تشهد وستشهد مزيد من التصعيد من قبل جيش الاحتلال. المبررات واضحه تماما عند السرديه الاسرائيليه. السردية تلقت صدمة غير مسبوقة في أروقة المحيط الإقليمي والمحيط الدولي، صدمة هزت كثيرا من أركان النظام السياسي الإسرائيلي المتردي الهش الضعيف جدا في الداخل، وزادت من تشويه صورته أمام الشعب الإسرائيلي وأمام شعوب العالم. سردية إسرائيلية قامت على محاولة تشويه القضية ككل ومحاولة تشويه حق المقاومة للشعب الفلسطيني. سردية إسرائيلية قامت على فكرة الانتصار للجيش الذي لا يقهر، الشعار اللي دايما بيرفعوه الجيش الذي لا يقهر وحقه في الرد. عملية الطوفان الأقصى مثلت يعني انتقاصا كبيرا من هذه المكانه اللي بيحاول هذا الجيش انه صفعه قويه لجيش الاحتلال الاسرائيلي. يا فندم؟ صفعه قويه لجيش الاحتلال الاسرائيلي. بالضبط. فهذه السرديه الاسرائيليه المدعومه بالقوه من قبل الولايات المتحده الامريكيه التي ذهبت في خطاب غير مسبوق، يمكن الخطاب الامريكي تجاه الازمه منذ لحظه امبارح حتى هذه اللحظه تميز بانه خطاب شديد العنصريه، يحض على الكراهيه، يشجع على العنف، يدعم جيش الاحتلال الى ما لا نهايه. لم يكتفي بالخطاب بس ولم يكتفي بالسرديه بس، لكن التضامن كان تضامن اقتصادي في محاوله لانقاذ الاقتصاد الاسرائيلي من ازمات كثيره يعانيها وسيعانيها طوال الفتره القادمه. انقاذ بالعتاد ومد اسرائيل بمزيد من الاسلحه والعتاد العسكري. صحيح. من اجل سحق المقاومه الفلسطينيه. انقاذ حتى امتد الى العنصر البشري عن طريق الدفع بقوات النخبه الامريكيه وقوات المارينز وعدد من القوات القطعه البحريه الامريكيه الكبرى ممثله في بنتكلم على حملتين طائرات ومدمره امريكيه بيتواجدوا. صحيح. لدعم جيش الاحتلال في العمليات التي يقوم بتنفيذها. استاذ احمد، في ظل هذه المعطيات الداخل الفلسطيني ومدينه غزه وقطاع غزه بيتعرضوا الى وفقا لما يتردد حتى هذه اللحظه من قبل الاعلام دولة الاحتلال بيتحدثوا عن انه ليست هذه هي العملية البرية، ولكن هو بمثابة توسيع واختبار لقدرة. كان هناك تصريحات لمسؤولين امريكان منذ قليل، كان هناك تصريحات لمسؤولين امريكان ان هذه العملية ربما تكون عملية غزو مرحلية، لكن هناك عملية واحدة مكثفة. في ظل هذه المعطيات وتصريحات الرئيس جو بايدن عن قلقه أن لا تسفر العملية البرية أو الغزو البري والاجتياح البري لقطاع غزة عن أهدافه المعلنة، ما هي الأهداف من هذا الاجتياح البري؟ وإن دخل جيش الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، هل سيمكث في هذه الأراضي؟ طيب، الأهداف المعلنة، الهدف الأول زي ما بتقول السردية الأمريكية والإسرائيلية، هي القضاء على حماس قضاء نهائيا وكاملا، والقضاء على جيوب المقاومه، وده امر لن يتحقق
لانه بيغفل بتغفل اسرائيل وبتغفل الولايات المتحده الامريكيه المسببات الحقيقيه لتدهور هذه الاوضاع وعمليه طوفان الاقصى يوم 7 اكتوبر. الاسباب الحقيقيه تكمن في هذا التجاهل الامريكي الذي من المفترض ان يرعى عمليه السلام في الشرق الاوسط لكل مقومات دعم هذه العمليه. والانحياز السافر لطرف لطرف على حساب طرف اخر. ما يجعل الامر بيبان قدام اي حد ان في نوع من انواع الانحياز الكامل، ما يجعل هذه الدوله الكبرى او القوه العظمى في العالم تكيل بمكيالين في ادارتها لهذا الملف الذي عقد المشهد وصولا الى لحظه 7 اكتوبر. اللحظه اللي احنا فيها دي لحظه مكاشفه حقيقيه صحيح لهذه السرديه واهدافها. اذا كان الهدف القضاء على حركه حماس والمقاومه امر لن يتحقق. الامر الثاني محاوله انقاذ ماء الوجه لحكومه بنيامين نتنياهو حتى لو كانت حكومه الطوارئ او لبنيامين نتنياهو شخصيا في الداخل الاسرائيلي. ومتى تتوقف هذه الاله العسكريه سيتعرض بنيامين نتنياهو الى محاكمات عاجله بشان العمليه وما قبل العمليه من تدهور العمليه والاستعدادات للعمليه، خاصه في ظل ما يتردد عن وجود معلومات استخباريه عن توقع لمثل هذه العمليه. الامر الاخر يتعلق برد الفعل الاسرائيلي ومدى الجرم الذي يمارس بحق الشعب الفلسطيني. يعني احنا بنتكلم سماء غزه الذي المقطوع عنها الكهرباء، المقطوع عنها المياه، المقطوع عنها الدواء، المقطوع عنها الغذاء. سماء غزه تضيء ليلا وغزه مدينه مظلمه بهذا الكم من القصف المركز، بهذا الكم من القصف. صحيح استاذ احمد، ربما من الاعتداء نيران الاحتلال لا ترى سوى التدمير والاباده الجماعية لأهالي غزة. ويمكن يعني جالنا خبر عاجل عايزة حضرتك تعلق عليه نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية، وهي مسألة عدم الاكتراث بالصحفيين. أكدت قناة القاهرة الإخبارية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ وكالتي رويترز وفرانس بريس أنه لا يستطيع ضمان سلامة صحفييها العاملين في قطاع غزة. تعقيب حضرتك على تصريح هكذا بصفتك كاتب صحفي قبل اي شيء. طيب يعني خلينا نكمل، دي الاهداف الرئيسيه المعلنه للعمليه البريه والانتقام الشرس اللي بيحصل على الارض حفاظا على غطرسه القوه اللي بتمارسها الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل تجاه قضايا انسانيه كبرى دون مراعاه لفكره الانحياز لطرف على حساب طرف اخر. السرديه دي حقيقه قابلها سرديه مصريه. هذه السرديه المصريه فرضت نفسها بقوه من خلال ادواتها، الاداه الرئيسيه للسرديه المصريه ممثله في الدبلوماسيه الرئاسيه، ممثله في الدبلوماسيه الرسميه لجمهوريه مصر العربيه عن طريق وزاره الخارجيه، ممثله في الحراك الشعبي، والاهم السرديه التي تم ترويجها عبر الوسائل الاعلاميه المصريه. حضرتك بتتحدثي عن القاهره الاخباريه، بنتحدث عن مجموعه القنوات الاخباريه المعبرة بلسان مصري فصيح عن موقف ثابت للدولة المصرية وللشعب المصري من هذه القضية. وكيف تراعي الدولة المصرية والقنوات الإخبارية المصرية البعد الإنساني في التعامل مع هذه الأزمة. ومن ضمن البعد الإنساني في هذه الأزمة أهمية التعامل مع وضعية القائمين على تغطية هذه الأزمة أو هذه الحرب، المراسلين على الأرض. والمراسلين على الأرض يمكن احنا شفنا كم من الاعتداء على المراسلين على الارض طوال الفتره الماضيه بما يخل بكل قواعد القانون الدولي الانساني، وما يمثل انتهاكا خطيرا لقواعد الامم المتحده المنظمه في هذا الشان. ومن ثم نحن امام جريمه كبرى يتم ممارستها على الارض بمنهجيه واضحه جدا. القاهره الاخباريه ومجموعه القنوات الاخباريه المصريه نجحت في فرض هذه السرديه، وهذه السرديه دعمت على الارض بمجموعه زي ما قلت لحضرتك من الادوات، الدبلوماسيه الرئاسيه التي نجحت في عقد قمه القاهره للسلام، الدبلوماسيه الرسميه المصريه عبر وزاره الخارجيه التي نجحت عبر اتصالات مكثفه للسيد وزير الخارجيه معالي وزير الخارجيه السيد سامح شكري، بالاضافه الى ومتزامن مع الدبلوماسيه الرئاسيه لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تلقى ما يقرب من 40 اتصالا هاتفيا منذ اندلاع هذه الأزمة حتى هذه اللحظة،
كلها بتتداول في هذا الشأن وتؤكد على التربية المصرية الرئيسية في هذا الأمر. لما بنيجي نبص إلى تداعيات كل هذه الجهود المصرية بالإضافة إلى تنسيق المواقف العربية، ما تنسيش حضرتك امبارح صدر بيان عن وزارة الخارجية المصرية بيضم موقف وزراء الخارجية العرب الذين حضروا قمة القاهرة للسلام. صحيح. لما بتبص إلى بيان وزراء الخارجية العرب وتبص للقرار الصادر النهاردة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لازم نتفهم أنه تضمن كثيرا من الموقف المصري والمواقف العربية التي وردت في هذا الشأن. وده أمر بيؤكد قوة الدبلوماسية المصرية والقدرة العالية على التنسيق مع المواقف العربية من أجل فرض هذا الأمر في قلب الجمعية العامة للأمم المتحدة. أهمية الجمعية العامة للأمم المتحدة أنك بتكشفي زيف العمل في قلب هذه المنظمة الأمة، هذه المنظمة الأمة التي من المفترض أن تحافظ على السلم والأمن الدوليين ولها موقف مشرف. يعني من ضمن النجاحات الكبيرة لقمة القاهرة للسلام أن هي سبقت ده بتواجد على الأرض للسيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وزيارته لمعبر رفح ومشاهدة عين لمدى الدمار ومدى القصف ومدى المعاناة الإنسانية التي يعاني منها الأبرياء، وكيف أن هذه حرب إبادة وليست حرب عادية بين جيش نظامي وجيش نظامي، ولكن هي حرب من قبل جيش احتلال تجاه شعب أعزل ينبغي أن يتمتع بحقوقه في السيادة على أرضه وينبغي أن يتمتع بحقوقه في إقامة دولته. ده آخر احتلال موجود على مستوى العالم، ومن ثم على الجميع أن يتعامل مع هذا الأمر بمنتهى الجدية. دي أمور كلها مكنت المجموعة العربية في قلب الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تصيغ وتساهم في صياغة القرار اللي تقدمت به المملكة الأردنية الهاشمية، والذي حظي بموافقة 120 دولة في مقابل اعتراض 14 دولة وامتناع 45 دولة عن التصويت. الحجم التصويت الكبير ده باتجاه قضية مفصلية زي ده بتبين ان القدره على التحرك وسط القواعد الدبلوماسيه الكبرى لدول العالم. كيف يمكن الضغط الدبلوماسي على اسرائيل لتنفيذ هذه القرارات؟ ممكن احنا شفنا محاولتين في مجلس الامن من اجل استصدار قرارات تتعلق بهذه الطامه الكبرى والكارثه الكبرى على الانسانيه المتواجده الان في المنطقه، والتي تنذر على استمرار هذا التداعي على النحو اللي بنراه حاليا بتوسع كبير لهذه الأزمة على نطاق إقليمي. أمر في منتهى الخطورة ينبغي أن نلتفت إليه، وينبغي أن يكون مجلس الأمن حريصا إذا كان حقا يبحث عن العدالة، إذا كان حقا يبحث عن تحقيق السلم والأمن التعاون الدولي، أن يستمع إلى صوت الحق وأن تصدر القرارات عن هذا المجلس بدلا من هذا الانحياز السافر في استخدام حق الفيتو في منع أي قرارات تدين هذه الاعتداءات البربرية على شعب أعزل ينبغي أن يتمتع بحقوقه. دكتور خالد، يمكن أثناء حديثنا العدوان يتصاعد في قطاع غزة من أجل مزيد من الإحراج لهذه القوى العظمى التي تمارس كل أدوات الرعاية لجيش الاحتلال ولدولة الاحتلال. أستاذ ناجي حضرتك سامعني؟ ربما أثناء حديثنا يتصاعد العدوان الإسرائيلي والاجتياح البري لقطاع غزة في يعني خطر غير مسبوق على أهالي القطاع، و قرار الأمم المتحدة والآليات الدبلوماسية للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار وإنقاذ المدنيين داخل القطاع. بالضبط، ما هو ده اللي أنا بشير لحضرتك ليه، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع القرار العربي بشأن غزة، ده المشروع اللي الدولة المصرية عبرت عنه في البيان الصادر عن وزراء الخارجية العرب الحاضرين لقمة القاهرة للسلام. وده اللي الدولة المصرية والدول العربية تستطيع أن تبني عليه. تعالي نشوف ردود الفعل. يعني حضرتك تحدثنا عن زميلي الفاضل سيادة العميد دكتور خالد عكاشة، تحدث عن رد الفعل للسيد أمين عام جماعة الدول العربية. خلينا نشوف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يتعامل مع هذا القرار عن ترحيبه به وتأكيده أن ده منطلق ينبغي البناء عليه من أجل تحقيق السلم والأمن والبحث عن قواعد القانون الدولي الإنساني. إحنا عندنا انتهاكات مستمرة للعدالة، عندنا انتهاكات مستمرة لحق الإنسان في الحياة، عندنا انتهاكات مستمرة لحق الإنسان في ممارسة عمله، حتى
المراسلين الصحفيين الذين لهم حرمه في رصد تداعيات اي ازمه على مستوى ازمات العالم، احنا شايفين كم الضحايا اللي سقطوا منذ اندلاع هذه الازمه حتى هذه اللحظه. انت بتتحدثي عن دوله تستطيع استطاعت ان تكون يعني سرديتها هي السرديه التي استطاعت ان تغير مواقف كثير من القوى الاقليميه والقوى الدوليه في مواجهه سرديه امريكيه اسرائيليه شديده الغطرسه وشديده العنصريه تجاه الشعب الفلسطيني. ما يحدث من محاولات لتوسيع دائره الصراع واثر هذا على المنطقه والعالم. مؤكد ان 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 ان, إن من اللحظه الاولى الدوله المصريه تدرك جيدا الارتدادات الاقليميه المتوقعه حال توسيع دائره هذا الصراع، وتحاول ان تشعر جميع الاطراف التي ترغب في اقرار السلام في الاقليم ان هناك مصالح لدول كبرى ودول اقليميه ودوله عظمى ستتهدد في هذا الاقليم. يمكن تصاعد وتيره الاحداث خلال الفتره القليله الماضيه، خلال الثلاث اربع ايام او الاسبوع اللي فات ده، بيؤكد على شواهد ان هناك بوادر لتحركات قوى اقليميه مناصره لحركه حماس في الداخل كحركه مقاومه بدات تتحرك وبدات تشتبك من هنا او من هناك، وده امر في منتهى الخطوره على احتمال توسيع دائره الاتهامات، على احتمال توسيع دائره الاشتباك، ومن ثم في ظل الاتهامات الامريكيه لنظام زي النظام السوري، لنظام زي النظام الايراني، لتحركات ميليشيات تابعه لاي من النظامين، لتحركات حزب الله في الجنوب اللبناني. خلينا نقول ان كل ده بيمثل تهديدا لكل مقاومات الاستقرار في الاقليم في الوقت اللي كانت كل دول الاقليم بتبحث عن مزيد من دعم الامن والاستقرار بهدف الاستمرار في عمليه التنميه التي ينبغي ان تحقق الرفاهيه لشعوبها التي طالما عانت من جراء هذا الصراع الممتد منذ عام 1948 دون تحقيق اي من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة أو حتى قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن، أو حتى دون الالتزام بكل الاتفاقيات الموقعة في هذا الشأن بين الجانب الإسرائيلي والجانب العربي وبالتحديد الجانب الفلسطيني وفقا لاتفاقيات أوسلو. صحيح، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي أستاذ أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.